الله أكبر على المجرمين، الله أكبر على الطاغين، الله أكبر على المتسلحين. نضنا الصبح ناس راكضة، فجأنا بقصف الطيران. الطيران يقول انه بيضرب المطار لكن هو يضرب في الحياش. الحمد لله، الحمد لله اللي ما اصاب الشيء الا اصابات بسيطه، لكن الضربه والفزع والخوف لقد ارعبونا في هذا اليوم. الرعب يكفي، الرعب يكفينا، رعب كفانا، رعب كفانا، حرب كفانا، دماء. تعال شوف، شوف الحياش المدنوره، وشوف الناس النساء كيف طالعين بغبرتهم وترابهم وبالدمار تاع اللي صاير في الحياش. وتعال شوف شارعك ومنطقتك وسكانك، كان هذوما صغار سك جمعة مرهبين، والنساء هذوماي والأطفال رهبين، والحياش اللي انضربت برا من القاعدة معتيقة رهبين. منك لله، منك لله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. إن شاء الله ربي ياخذ فيك الحق، إن شاء الله ربي ياخذ فيك الحق. السلام عليكم. عملية سياسية تجمع أطرافا ثلاثة، الأمم المتحدة وطرفي النزاع الليبي. ما هي الأرضية التي يؤسس عليها هكذا مسارات وسط اللغط السياسي المربك في المشهد الليبي والمواقف المتباينة من العملية السياسية الجارية الآن في جنيف؟ كثافة الضباب وكثرة العوائق والمطبات على الطريق وغياب إشارات على الطريق تحدد بشكل واضح المخرج القادم من المأزق. نطرح حزمة من التساؤلات على أصحاب الفكر السياسي لتسليط الأضواء بهدف الحصول على المزيد من الوضوح في رؤية القادم، وكيف يتجهز له الليبيون حتى تصل الثورة إلى حالة الاستقرار في مؤسسات الدولة وقانونها وسلطتها ومؤسساتها. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة. معي ضيفي هنا، أهلا وسهلا بك سيد صلاح. يا مرحبتين. مرحبا بك، أهلا، شكرا على قبولك هذه الدعوة. حياكم الله. قبل أن نبدأ في هذا الخضم، مشاهدينا نخرج إلى هذا التقرير ثم نعود. ها هي مخرجات حوار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة تظهر في السطح. تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية تضمن بحسب البيان الصادر وحدة ليبيا ومؤسساتها بما في ذلك التفويض الممنوح لها. كذلك تطرق المتحاورون أيضا على أولويات حكومة الوحدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والقضائية. وتحظى هذه الحكومة المزمع تشكيلها بمباركة الأمم المتحدة التي ستدفع بها وبقوة، وسيكون المجتمع الدولي ضامنا لها. وبحسب مراقبين فقد تغافلت الأمم المتحدة أو قفز عرابها في ليبيا برناردينو ليون على تداعيات عدة ألمت بالوطن وأحدثت فيه جراحا عميقة قد يصعب التعافي منها سريعا. فلم تأتي الأمم المتحدة على ذكر الأجسام التشريعية التي ستشرع وتراقب سير الحكومة، ولم يأتي ذكر الأزمة الإنسانية الكبيرة التي خلفتها ما يعرف بالكرامة في مدينة بنغازي التي دمرت أحياؤها وهجر أهلها. فإرهاصات هذه العملية خطيرة جدا، خاصة النسيج الاجتماعي بين الأهالي والمناطق. كما بحث المجتمعون كيفية تحويل تدابير الثقة المتفق عليها في جولة جنيف الأولى إلى إجراءات تضمن حماية وحدة ليبيا وتخفيف معاناة المدنيين وآليات تنفيذها بسرعة، وطالبوا بضرورة التزام جميع الأطراف بوقف العمليات العسكرية التي أعلنتها بما يضمن معالجة الوضع الإنساني والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الآمنة عبر توفير ممرات آمنة. وأجمع المشاركون على نبذ الإرهاب ودانوا الاعتداء الذي طال فندق كورنثيا والاعتداءات الإرهابية الأخرى التي وقع ضحيتها مدنيون في مناطق أخرى من ليبيا، مؤكدين تصميمهم على الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام بهدف قطع الطريق على الإرهابيين وإعادة الاستقرار لليبيا.
من جديد مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم. أيضا من جديد أرحب بك سيد صالح الشلوي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك. يعني نبدأ، لماذا هذا التدخل السافر في الشأن الليبي؟ وهل بعثة الأمم المتحدة أو أن بعثة الأمم المتحدة مخولة في أن تحدد الليبيين كيف يتحاورون أو ومن يحاورون وعلى ماذا يتحاورون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عندما نتحدث أو نتناول الأرضية التي يقوم عليها هذا المسار الإضافي، الحقيقة هو ليس لم يكن مسارا أساسيا في الشأن الليبي، إنما جيء به أو برز على السطح أو فرضته ضرورات سياسية وأمنية اكترفت أو أحاطت بالمشهد الليبي حتى جعلت أن هذا المسار صار ربما ينتقل من كونه مسار إضافي إلى أنه هو مسار رئيسي الآن. يعني سياسيا أنا أعتبره أنه هذا مسار رئيسي الآن، لأن ليس هناك أي مسارات أخرى سياسية يمكن أن يذهب فيها الليبيين جميع المجتمعين. فهذا الآن هل هو كونه الآن مسارا رئيسيا يعني هل يعني صنع هذا المسار؟ صنعته الأحداث والمشهد الليبي فقط الأحداث يعني. لا طبعا الأحداث هذه هي في بعض منها عفوي وفي بعض منها ربما مصطنع أو خطط له يعني. نعم. ولكن طبعا الذي تقود هذا المسار هي الأمم المتحدة، والأمم المتحدة أنشئت وأسست أساسا لحل المشاكل والنزاعات مثل ما حدث في ليبيا تماما يعني. كونها هي اللجنة نفسها أو البعثة نفسها في طرابلس عندها مخولة أو غير مخولة، يعني أنا أتصور أن نحن محتاجين أن نعيد قراءة المشهد، وهو أن ما يجري اليوم ليس هو صنيعة اليون، يعني الذي يفكر أن اليون هو الذي كتب كل تفاصيل السيناريو اللي نشاهده اليوم فهو مخطئ. هناك مؤسسة كاملة اسمها الأمم المتحدة، وهناك مؤسسة أخرى أخطر من الأمم المتحدة اسمها مجلس الأمن، وهناك ما هو أخطر من مجلس الأمن هو الدول الأعضاء دائمة العضوية في مجلس الأمن، ونحن نرى ونسمع ونتابع تصريحاتهم بشكل مباشر. فما نسمعه من تصريحات مثلا في البريفينج بتاع الخارجية الأمريكية نجده يسرب إلى من عبر الدبلوماسية أو عبر الخارجية الأمريكية إلى مجلس الأمن، مجلس الأمن ينتقل إلى الأدوات الأخرى التي تتبع هذا المجلس، ومنها البعثات التي تتواجد في هذه الدول والناس الممثلين. فأنا أتصور أن ينبغي أن نبتعد قليلا عن الحساسية تجاه شخص، وألا يظن الليبيين أن من يصنع المشهد هو شخص السيد اليون. لا، هذا تصور هكذا سنفقد الخريطة وسنفقد البوصلة. الذي يصنع التوجه وما يجب وما لا يجب وكيف يمكن التعامل مع المشهد الليبي ليش الشخص السيد اليون، هذا ليس الدفاع عن السيد اليون بالطبيعة، ولكن حتى يعطى كل شيء حقه وحتى نستطيع أن نفهم. لأنك أنت مرات تظن أنك فقط مشكلتك مع شخص معين وهو السيد اليون، تجد نفسك مشكلتك مع دول كبرى الحقيقة، وهذا ما الآن قاعدين نحن نرى ونشاهده في الواقع الآن. الأمم المتحدة طبعا عبر سنين طويلة دخلت في الكثير من النزاعات بين الداخلية والمحلية بين أبناء الدولة الواحدة والشعوب، وفقت في بعض منها بشكل جزئي وأخفقت في بعض آخر، ولكن عندما للمتتبع والمطلع على هذا الجانب اللي دارس مؤسسات دولية ويعرف تاريخ الأمم المتحدة، من النادر جدا، ربما لم تمر علي حالة واحدة كانت الحلول فيها منصفة للجميع ومرضية للجميع. دائما هناك نوع من عدم الرضا على بشكل كامل على الحلول التي تقدمها الأمم المتحدة. نعم، ولكن يبدو أن يعني الاعتراض الآن ليس على الأمم المتحدة أو طريقة تدخلها، وإنما على شخصية ليون، لأن سيرته يعني السابقة لا نجحت فيها. أعيد وقال أنا مع احترامي لوظيفة الشخص وتقديري لما يقوم به، إلا أنني لا أستطيع أن أقول كل ما نشاهده ونسمعه في جنيف هو من إنشاء وبنيات
أفكار السيد ليون. هذه هي الدول الكبرى قاعدة تتحدث، وأنت لو تبعت ماذا تقول أمريكا وفرنسا وبريطانيا عن السيد ليون، يقولون هذا الذي يمثلنا وهو الذي يتحدث باسمنا وهو الذي يمثل ما نريده. فأنا أتصور أن لابد الليبيين أن يبتعدوا قليلا، أن يبعدوا الحساسية. أنا واحد أو أن يتعاملوا مع اليوم في شخصه، تعاملوا مع اليوم في شخصي، لأن الآن باش تجي الأمم المتحدة تقول لهم والله يشيلوا لي السيد ليون يجيبوا لي واحد آخر أحسن منه وغيره، هذه يعني أنت تريد أن تطلب من الأمم المتحدة شيء قد يكون من الصعب عليك الآن أنك أنت تحققه، وفيه نوع من العجلة من كل الأطراف. فطبعا نعم، ولكن يعني هناك يعني سبق في أن كان السيد طارق بتري ولكنه استبدل بليون. لماذا برأيك استبعد طارق بتري؟ هو الحقيقة في حين أنه يبدو أن له قبول. أنا أقدر السيد طارق بتري، وربما في وسط الضباب كما الكلمة الجميلة اللي حضرتك ذكرتها، وسط الضباب المشهد الليبي، كان السيد طارق بتري بين ظهرانينا ومتهم من قبل ربما الجميع، كان متهم أنه منحاز ومتهم أنه لا يريد الخير لليبيا وغيره. ففجأة وجدنا أن الناس صارت تتبكى على طارق متري. يعني نحن اتهم طارق متري اتهم حتى أنه هو من الأخوان المسلمين على الرغم من الرجل مسيحي وليس مسلمين. عندما تعاملنا مع الرجل حينها وجدنا أن الرجل يحاول أن يقوم بعمله، وهو يعلم أثناء قيامه بعمله أنه ليست يده مطلقة، وكان يقول يا جماعة أنتوا لازم تنتبهوا لبلدكم، راكم لن تترك البلد هكذا تعملوا فيها ما تشاءون. لابد أن تقدروا أهمية المؤسسات الدولية، هي لم توجد هكذا، هي ليست مؤسسة خيرية، هذا مجلس الأمن يملك قرارات، وشفنا كيف قرارات أحيانا كانت مدمرة، ما حدث في العراق، ما حدث في أفغانستان. أنا لا أدعو أحدا يستخف بمجلس الأمن، وعندما أريد أن أتعامل معه علي قبل أن أذهب وأتعامل مع مؤسسة مثل هذه المؤسسة علي أن أعرف ما هو وزني الحقيقي، وزني السياسي، وزني على الأرض، وزني الشعبي. هل كلمة الشعب الليبي كلها متحدة خلف قيادة واحدة لتخاطب مجلس الأمن بلسان واحد؟ هذا طبعا ما هوش متوفر الآن. حتى صف للأسف الشديد، حتى صف 17 فبراير ثورة 17، حتى صفوف الثورة هذه فيها أكثر من لسان وفيها أكثر من رؤية وفيها أكثر من موقف. شفنا ناس تتحفظ على الذهاب، ناس ترفض الذهاب إلى جنيف، وناس ما زالت تتحفظ على الذهاب إلى جنيف، وناس تريد الحوار ولكن ليس في جنيف، وناس ذهبت إلى جنيف كل من ثورة 17. إذا كان الهدف يعني هو الحوار من أجل انفراج هذه الأزمة، يعني ما الإشكالية في أن يكون في جنيف أو حتى في الهولولولو مثلا؟ قطعا ما فيش إشكالية، يعني أنت تريد فقط أن توهم نفسك أن في أهمية للجغرافيا. المخرجات هي نفس المخرجات، أنت ما هو وزنك؟ يعني تو أنت افرض أن وزنك 30 ستبقى 30 في جنيف وتبقى 30 في طرابلس وتبقى 30 في غات، لن تتغير ما دام أنت ما عندكش القدرة على أنك أنت تعدل وتحسن المعادلة السياسية والوقعية متاعك. هذا هو كيف نفسر ولا سيما المؤتمر الآن، يعني الكثيرون أو البعض لنقل البعض يرى أنه يتخبط، يعني لا يدري أين يخطو. هو أنا لا أظن ويتعذر بالمكان. أنا لا أظن أن المؤتمر يتخبط، المؤتمر أدرك أهمية الحوار، والمؤتمر مر بتجربة سلبية مع السيد ليون، لأن السيد ليون كان يظن أن خلاص انتهى برلمان ضبرق، واعتبر أن المؤتمر هذا في حكم كان ولم يقف معه ولم يتصل به قبل حكم المحكمة الدستورية. فطبعا شعر المؤتمر كأنه يعني تم تجاوزه كمؤسسة ولم يتم استلام السلطة بالشكل الصحيح، لكن هذا لا يعني عداوة، يعني أيوة مش عداوة هي، ولكن ورأوا أن السيد اليوم بدل ما يأتي إلى المؤتمر والبرلمان ويبحث لهم عن كيفية حل هذه الإشكالية، حاول أن يأتي ويحل المشكلة داخل البرلمان. المشكلة شخصية، جاب الجماعة اللي مقطعين والجماعة اللي مش مقطعين والجماعة كانت تكي هي المشكلة فقط. فكان في تجاوز، فبعد بعد في ذلك الوقت يعني في غدامس يعني كانت هذه الإشكالية فقط، كانت إشكالية شكلية في كيفية هي هذه الإشكالية، يعني المقاطعين ولا مقاطعين. الآن الحكم المحكمة العليا غير المعطيات، صحيح إن ما فيش تصريح باعتراف بحكم المحكمة، لكن لا يمكن أنك أنت تجي للمشهد الليبي وتعتبر حكم المحكمة كأن لم يكن، لابد أن تعطيه اعتبار. لذلك راجع السيد اليوم على الرغم أنها قدمت له نصائح قبل ذلك من
من العديد من الأطراف، منهم السيد محمد صوان في لقاء مع السيد اليون، قال له عليك أن تذهب إلى المؤتمر وأن تتناقش معه. من الخطأ تجاوز مكون مثل هذا المكون أفرزته ثورة 17 فبراير، حتى لو كان معادلته ضعيفة عليك أن تذهب إليه، لأن التفاهم معه أولى من تجاهله، لأنك ستصطدم بهذه المكونات وغيرها يعني. فطبعا ربما بقيت بعض الردود الأفعال داخل أروقة المؤتمر، على الرغم أن القرار صار واضح، القرار الرسمي للمؤتمر أنهم ما حيشاركوا في الحوار. لا أدري، ربما يعني البعض استطاع أنه هو يشوش على هذا القرار بقصة عدم الذهاب إلى جنيف، وكأن في فرق بين تذهب إلى جنيف أو تتحاور في غات أو غيره. ربما البعض يعني يرى أن هذه حجة، مررها في 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 عجالة ورأي لم ينضج ينضج بشكل، ووجد المؤتمر نفسه ماسك في هذه النقطة، وأظن أنهم حيتجاوزوها. ربما هناك قائل أن من ذهب إلى جنيف، يعني أي طرف ذهب إلى جنيف يسعى وراء حل هذه الأزمة ومن أجل التوافق في ليبيا الجديدة، ومن امتنع ربما يوصف بأنه هو من يعرقل أو لا يريد الصلح. هذا من الناحية الواقعية، لا من الناحية الواقعية لا، أنا أعلم تماما أن المؤتمر الوطني أحرص الأطراف جميعا على حل الإشكالية، أحرص الأطراف جميعا. نعم. لكن المأزق اللي وجد نفسه فيه والقطعيات أحيانا حتى في عالم السياسة، أنك تقول أنا أذهب يوم الأحد أو لا أذهب إلى المكان الفلاني، هذه في السياسة أحيانا قيد أنت تضع على نفسك أكثر من فائدة للعمل السياسي اللي أنت تقوم به. فربما المؤتمر وجد نفسه في هذا الإطار، فما عش قدر يتجاوزه، وأنا متأكد أنه هو سيضطر في نهاية المطاف أنه هو يتجاوزه، لأن مصلحة ليبيا ومصلحة البلد وحرص المؤتمر وأبناء وأعضاء المؤتمر على وقف النزيف سيضغط في اتجاه أنهم لابد أن يتعاملوا مع معطيات جديدة. أما غرب، بالنسبة للغرب نعم، التصريحات كل الأطراف الغربية ترى أن الذين يمتنعون عن المشاركة في الحوارات سواء كانت في جنيف أو في غيرها من الذين يعرقلون. الآن في تصريحات الحكومة الألمانية عندها بيان وصرحت، الحكومة الإنجليزية نفس الشيء، الحكومة الأمريكية نفس الشيء، الإدارة الأمريكية غير. فطبعا ينظرون إلى عدم المشاركة أنك أنت تريد أن تعرقل جهود السلام في ليبيا. يعني نستطيع القول بأننا عاجزنا أن نبادر مشاكلنا كليبيين بأنفسنا تاريخيا يعني بعد الحرب حولنا. لا بعد الحرب يعني مش ما نمشوش في التاريخ عميقا، بعد الحرب العالمية الثانية أنا أعتبر نفسي دارس للتاريخ بشكل خاصة التاريخ السياسي بشكل تفصيلي. لم تمر علي تجربة أن شعب أو أمة دخلت في أزمة أو في صراع داخلي مثل الذي نحن فيه اليوم واستطاعت أن تحل مشكلتها الداخلية منفردة عن تدخل طرف ثالث خارجي يحاول أن هو يمارس دور الوسيط، دور الفاسيليتيتر، دور الذي يرشد الحوار، دور الذي يحاول أن يقرب وجهات النظر، دون طبعا فرض الإرادات في على طاولة الحوار. اللهم إلا وزنك، كم وزنك؟ أنا ما شفتش مثلا حل كان خرج كل الأطراف يعتبرونه حلا عادلا، لا، الأطراف تخرج فيه اللي أخذ ما يريد وفي الذي أخذ بعض ما يريد، ولكنه يقدر أن أخذ بعض الشيء خير من خسارة وطن. وإحنا شفنا هذا كيف حدث في البلقان، وكيف الحلول التي قدمت وكيف كانت هي مجحفة في حق البوسنيين، ولكن قبلت بها القيادة البوسنية على أساس أن هذا أفضل من استمرار التصفية العرقية والإقصاء الكامل من الحياة وليس من المشهد السياسي. وأنا أعتبره في ذلك الوقت كان قرارا شجاعا على الرغم من الألم الذي كان يسببه لبعض الأطراف اللي هي كانت تأمل معادلة أكثر عدلا. أنا اليوم لا أدعو إلى قبول الهون وأقول بالدون، لا أدعو إلى هذا، ولكن لأن البعض يقول لك أن الأمم المتحدة عندها عدة معايير. صح، الأمم المتحدة عندها عدة معايير، وهذه ليست مفصلة على الليبيين، دائما كانت هكذا، بدليل أنك عندك 5 دول قاعدة دائمة العضوية وتملك كسر المسار الديمقراطي في المؤسسة والاعتراض بصوت واحد على كل
القرارات التي ممكن أن تنتج عن نعم حق الفيتو، هذا موجود حتى يتغير لكل حادث حديث. لكن اليوم لا أستطيع أن نأتي ونقول لك والله تعالى يا أستاذ محمد خلينا نناقش كيف نغيره لائحة الأمم المتحدة، هذا مش مطروح على الطاولة. لكن تعالى يا سيد محمد دعنا نناقش كيف نحن في هذا الحوار نحسن المعادلة نتاعنا، نحاول أن نخرج بأقل الخسائر، نحاول أن نحافظ على ثوابت ومعطيات أخرجتها ثورة 17، رفض الاستبداد، رفض الحكم عودة حكم العسكر، رفض عودة الأنسجة أو الخلايا الجذعية للنظام السابق بشكل أو بآخر. هذه معطيات دعنا نحن نذهب إلى هناك ونناقش بها ونحاور ثم نقرر بعد ذلك في ضوء المخرجات إيش يصير بالضبط. لكن أن ترفض أن تشارك فمعنى هذا كأنك أنت أقصيت نفسك وعشت في إطار آخر غير النسق الذي ستخرج تذهب فيه فالأرضية. وليس هناك مخرج إلا عن طريق الآن ليس المتحدة. هناك مخرج نحن اللي شفناه وعاصرناه منذ بداية فجر ليبيا. الحل العسكري ليس مخرجا على الإطلاق، ليس هناك من مخرج ممكن وعقلاني ومقاربة عقلانية إلا الحوار والنصبر عليه. أنت تعرف أن الأمم المتحدة متى بدأت في موضوع مساعدة الجنوب أفريقيين في مشاكلهم؟ في 73 أبريل 73 في أوسلو في لقاء الخبراء، أول لقاء عقدت الأمم المتحدة للخبراء الذين يناقشوا مسألة الفصل العنصري وكيف يحاولوا أن يضغطوا على الحكومة الجنوب أفريقية في أن هي تخفف من غلوائها وتصلح المسار السياسي. ومن 73 متى حدثت أول انتخابات حرة ونزيهة كما يريد الجنوب أفريقيين؟ في 94، من 73 لل 94. فنحن رانا مازلنا على باب الله يا فتاح يعني. فأرجو أن نحن لا نستعجل ونريد حلا الآن في وسط هذا. طبعا الشيء يعني. لا أنا لست سوداويا وأرى أن الليبيين وصلوا أو قريبا أن يصلوا إلى أن الحرب لن تجدي، الحرب ليس حلا، والذي يظن أن فناء أحد الطرفين حلا لليبيين هو غلطان 100%. نحن أيدنا فجر ليبيا وأيدنا الثوار ولازلنا نؤيدهم لأنهم الثوار ليسوا حلا سياسي على الأزمة، الثوار ردا أمنيا على الخروقات الأمنية التي كانت تسببها ميليشيات القعقاع وغيره، وهذا لابد من التمسك به. وأنا لا أناقشه الآن، أنا لا أقترح على الثوار أن يدعوا ميليشيات القعقاع والسواق تسرح وتمرح حتى يأكلون الذئب، لا، لابد من مواجهة الخرق الأمني والخطر الأمني بوسائل مكافئة اللي هي الثوار والقوة وسلاح الثوار. لكن عندما نتكلم على حل ليبيا أكيد ما هو السلاح يعني، وأرجو أن هذا يكون واضح الفرق بين فجر ليبيا رد على الخرق الأمني وليست ردا سياسيا على الإطلاق، وبين مسار سياسي نريد أن نعيد ترتيب البيت الليبي مع من اختلفنا معهم من كانوا معنا في ثورة 17. طبعا نعم. عن الأطراف يعني هناك أطراف الحوار، هل هناك أرضية مشتركة بينهم؟ وما هي أكثر نقاط الاختلاف ونقاط التباين؟ وهل هناك صعوبة يعني في إمكانية التوافق؟ طبعا الأرضية المشتركة وهو السلم، أن الأمم المتحدة تريد سلم في ليبيا ولا تقبل. يعني ما أتصور أن الأمم المتحدة الآن تريد أن تدمر ليبيا، الأمم المتحدة تريد حلا. قد لا أرضى أنا على هذا الحل يعني، بس الأخوة يستريحوا، أنا لست من يعني لست موظفة في الأمم المتحدة ولكنني دارس بشكل مكثف لسياسات الأمم المتحدة ومواقفها وتجاربها الناجحة والفاشلة، دارس بشكل مكثف مش مجرد قراءة الجوجل يعني. الأمم المتحدة تريد سلم وتريد أن تقلل من حدة صحة التعبير المنغصات السلم الإقليمي في المنطقة. وليبيا منذ بداية ثورة 17 بدأت تطرح في أسئلة تمس السلم والأمن الإقليمي. صحيح أن كانت هناك قضايا عالقة من أيام النظام السابق وهي مساعدة ما يسمونها الجماعات الإرهابية في الغرب وغيره وقصة الهجرة غير شرعية، هذه ليست يعني جديدة. لكن أيضا انتشار الأسلحة بالشكل هو موجود في ليبيا وبروز تحدي
كبير وممتد من الناحية الجغرافية السياسية، اللي هو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وغيره، واتساع الصراعات أيضا في مالي وغيره، ومحاولة بعض السياسيين أيضا الغربيين خاصة من التيار اليميني إلى إيجاد فزاعة جديدة في المنطقة، أن هناك بلد آخر سينضم إلى الهلال، صح التعبير سموها في أحد الكتابات التوحش أو إدارة التوحش أو غيره. فأنا أتصور أن الأمم المتحدة لا تسعى لمزيد من التوتر في ليبيا، بينما تسعى إلى احتوائها. نعم، هذا الاحتواء هذا الاحتواء أنا وياك ممكن ما نرضوش عليه، أو ممكن الطرف الآخر ما يرضاش عليه، أو ممكن في بعض جوانبه منطقي وإن صح التعبير عادل، في منطق في جوانب أخرى قد يكون خطير على بعض الأطراف هنا أو هناك، فكل هذا وارد. لكنني من الناحية السياسية ومن ناحية التاريخ المنظمة لا أستطيع. الأمم المتحدة ساهمت معنا في تكوين دولة المملكة في 51. نعم، ولكن أريد أن الأمم المتحدة سكتت عن قصف الطيران للليبيين يعني في هذه الفترة، يعني لم تدنه ولم تشر إليه. يعني طبعا في بداية في بداياته نحن تكلمنا على المعايير المزدوجة، ومن خلال لا أنا أرد على أن الأمم المتحدة تسعى إلى الأمن. نعم، والسلم. الأمم المتحدة يعني كيف تغاضت الأمم المتحدة عنها؟ مؤسسة لديها معايير مزدوجة، والأمم المتحدة القيادة متاعها مجلس الأمن. دول في مجلس الأمن تريد نظرت إلى الوضع في ليبيا ووجدت أن هناك ثوار ولهم شوكة ولهم عنفوان، وهي غير مستعدة أن تنزل على الأرض وتحارب الثوار وتكسر شوكتهم وتحتوي ثورتهم. فربما هذه الدول تريد أن خلق قوة موازية، خلق نوع من التوازن أو تغيير معادلة التوازن على الأرض. على الأرض، فربما من هذا الباب هم يصنعون ذلك، هم يسكتون عنه، لكن يسكتون عنه أو يغض الطرف أو غيره. غرمنا في قرار بالمجلس الأمن بمنع الطيران من مثل هذا، منع الطيران وحماية المدنيين. فطبعا هذا موجود، لكن هذا لا يدعوني نقول مدام أن هم سكتوا معناها نسكر الباب ونذهب ونستمر في الحرب إلى ما لا نهاية. نعم، أستأذنك سيد صلاح. مشاهدينا الكرام، نستأذنكم أنتم في هذا الفاصل ثم نعود. فيعلم قومي بأني الفتى بكم مشاهدينا من جديد، وأهلا وسهلا بمن التحق بنا في هذه اللحظة. أعود إليك ضيفي الكريم. نسمع في سمعنا أن في أروقة أن ما حدث في جنيف أن الإعداد على إعداد لحكومة توافق وطني، يعني ما مدى إمكانية التوافق على هذا الطرح من الناحية العملية؟ يعني هو طبعا إحنا ينبغي أن صراحة خاصة كثوار نحتاج للمزيد من العقلانية الاجتماعية والسياسية في تعاطينا مع معطيات الواقع. ليبيا كدولة وكبلد
لا يمكن أن تكون موطن لعيش فئة واحدة أو مجموعة واحدة، إنما هي حق مشروع من الله عز وجل لكل الليبيين، حتى المجرم. حتى المجرم هو مواطن، مواطن عنده مسؤولية قانونية عليه أنه هو يتحملها، لكن هذا لا تستطيع أنت بأي شرعية كانت أن تقول والله هذا ليس من حقه أنه هو يكون جزء من الليبيين. فطبعا نحن أكيد المصلحة الكبرى هو الاستقرار الآن، المصلحة الكبرى هو الوئام، المصلحة الكبرى هو عودة إمكانية التعايش بأسرع وقت ممكن، والأذكياء والصرحاء مع أنفسهم والشجعان هم الذين يستطيعوا أن يذهبوا إلى تلك المساحات ويتركوا المتخلفين الذين ينشغلون بصغائر التفاصيل فترات ربما سيلحقوا بعد سنوات. فأنا صراحة أطلب الوئام، أطلب الاستقرار، أطلب أن الليبيين يعودوا للعيش من جديد. لست مقتنعا على كل من على الرغم من كل من حدث أن الليبيين لن يستطيعوا العودة إلى التعايش. إذن لماذا لا أفكر فيما سأذهب إليه غدا؟ لماذا لا أفكر في هذه اللحظة وأقصر من زمن الفتنة وزمن الاقتتال وزمن الاحتراب وزمن المآسي التي تعرض لها الجميع؟ إذا كان في هذا إمكانية اليوم مطروح أمامنا أفكار عدة في موضوع المخرج. هو السيد ليون طبعا ومن وراءه ممن يخططون أيضا في أروقة الأمم المتحدة يركزون على موضوع حكومة الوفاق أو التوافق الوطني. هذه الحكومة طبعا إذا تم التوافق عليها بين الأطراف الليبية قبل أن توضح يعني ما مدى إمكانية التوافق، توافق الطرفين على إنتاج أو تمرير قرار إنتاج حكومة وطنية. هناك ضغوطات على كل الطرفين، علينا نحن كثوار فجر ليبيا وكثوار ثورت 17 نريد لهذه البلد أن تستقر، لأننا للأسف الشديد بدأنا ندفع في فاتورة أعمال ليست من أعمالنا، دخلت على خط الثورة المضادة وأربكت المشهد الليبي، أربكوا حتى محطات البنزينة، أربكوا السكر والدقيق، أربكوا حتى مرتبات الموظفين. فنحن سياسيا يأتيك الإعلام ويقول لك هذا ما أتت به ثورة 17 وهو كذب وافتراء، لكن وهذا أنت لا تستطيع أن تقول أقول لك كذب وافتراء وأذهب وأنام في بيتي، لا يستطيع أن أفعل هذا. لابد أن عندما أقول لك أن هذا كذب وافتراء لابد أن تكون لي خطوة سياسية لاحتواء هذا الأمر، وهو حرصي على أن أخرج وأفوت الفرصة على الثورة المضادة وعلى الدولة العميقة من الاستمرار في ضرب ثورة 17. ليس من مصلحة ثورة 17 أن تستمر المشهد المأساوي على هو ما هو عليه. هم يريدوا إطالة فترة الأزمة حتى يكفر الناس بثورة 17 ويتمنوا العودة للاستبداد للأسف الشديد، ويترحموا على أيام الاستبداد، وهذا فيه حتى مخالفة شرعية، لأن أيام الاستبداد ظلم لا يرضاه الله عز وجل. فلا تتمنى حتى ولو عشت فترة تحت القهر ومرغم وليس عندك قدرة على إنكاره، لا يجوز لك بقلبك وبلسانك أن تتمناه، لأن الله عز وجل يقول ولا يرضاه لكم. الله لا يرضى لنا الكفر، ولا يرضى لنا الاستبداد، ولا يرضى لنا أن نرضاه لأنفسنا. فهذا طبعا محاولة، وهذه ليست فقط عندنا في ليبيا، هذه أول ما صارت في عدة دول منها رومانيا. يعني أثخنوا في الناس، الثورة المضادة أثخنت في الناس قتلا وتشريدا وتضييقا، حتى عندما جاءهم الدكتاتور من جديد ارتموا في أحضانه، وهذا ما يخطط له. فنحن من ضمن وسائلنا كثورة 17 لابد أن ندرك أن سرعة الخروج فيه رهان على سرعة الخروج من هذا المأزق. لماذا نتمسك بالصيغة السياسية؟ نحن لا نتدين لله عز وجل بأي صيغة من الصيغة السياسية، نحن نريد حلا سياسيا يهدي الأطراف جميعا ويخرج بالليبيين من عنق الزجاجة. فلما تتكلم على حكومة وفاق وطني، إذا كان توصلنا نحن ومن يختلف معنا من الأخوان الليبيين من الطرف الآخر على تصور لهذه الحكومة، ووصلت أن فيها الضمانات الكافية أن ما تكونش على حساب طرف من الأطراف، وأن تكون فيه ضمانات أن هي
لا تضر بهذا الطرف أو بذاك الطرف وتسير أمور بشكل عادل وتكون فيه أيضا القيود على إرادتها بحيث أنه يمكن تصحيح مسارها وعدم ولا تفلت منه كما فلتت حكومة علي زيدان وأفسدت البلاد والعباد. فليش لا؟ وأنا أتصور أن الآن الجميع أنا سمعت يعني من خلال تسريبات الحوارات التي حدثت في جنيف بين الطرفين كيف أن بعض أطراف الأخوة الآخرين يقولوا نحن لم يعد بالإمكان الاستمرار في هذا. الناس اللي من بنغازي راعهم ما رأوه ولم يكن في تصورهم أن خليفة حفتر لديه من الجنون ما يكفي أن يفعل في بنغازي ما فعل، لم يكن في يعني في منهم سكان بنغازي، فلما رأوا ما حدث لم يكن في بالهم أن يحدث أن خليفة حفتر تحت عذر أو ذريعة المحاربة الإرهاب يصل أنه يدمر بنغازي بهذا الشكل ويرميها بالصواريخ الغبية بهذا الشكل. فالآن هم يبحثون عن مخرج، صحيح أن معادلتهم صعبة وفي لديهم قيود على إرادتهم، ولكن الجميع الآن صار يريد أن ينظر ما هي الحكومة الوفاق الوطني. وربما الآن في جنيف 2 بدأوا يتكلموا على مسألة المعايير ومسألة برنامجها وإيش تدير وإيش ما تديرش. أظن أن هذه الترتيبات هي الترتيبات الأصعب. لكن الحكومة يعني من سيكون المشرع أو المراقب لهذه الحكومة؟ هل ستكون الأمم المتحدة؟ إذا تم، وانت شوف المشهد تابع بدقة، إذا تم التوافق على حكومة وفاق وطني والقبول بها وشعور الجميع أنها ممكن أن يدعمها، سيكون الحديث بعد ذلك على شرعية المؤتمر ولا شرعية برلمان طبرق هو حديث يعني صح التعبير ترف سياسي أكثر منه حقيقة واقعة. لماذا؟ عندما تأتي هذه الحكومة وتجد الدعم من الطرفين وتتفاهم مع الطرفين ستجد أيضا الدعم الدولي، الدعم الدولي الذي سيوقع أيضا عقوبات على من يحاول أن يفسد برنامج هذه العقوبة، سواء ببرنامج مسلح أو غيره لن يكون من المقبول مثل هذا، وستكون هناك محاولة لدعمها دبلوماسيا ودعمها سياسيا خارجيا وقفل كل المسارات إلا مسار هذه الحكومة. ثم بعد ذلك ستجد نفسك مهدد أنك أنت الخروج عن مسار هذه الحكومة، معنى هذا أن ليس لديك أي موارد، النفط والمال سيوضع تحت تصرف هذه الحكومة وهي الوحيدة التي ستوقع على العقود وهي التي ستوقع على الميزانيات وهي التي ستتولى هذه السلطات. فستجد سيكون من الصعب بعد ذلك على أي طرف من الأطراف منفردا أن ينقلب عليها، يعني سيكون فيه صعوبة. ستكون بعد ذلك جنيف 2 ستذهب إلى الصين، تذهب إلى روسيا، تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، تذهب إلى أمريكا، يقول لك جنيف 2 مرجعية. سيخف الحديث عن حتى حكم. أنا أتصور أن بعد حكومة الوفاق الوطني لن ينفع الأخوة في المؤتمر الوطني الحديث كثير عن حكم المحكمة الدستورية، ولن يضر أيضا البرلمان طبرق الحديث عن رفض، سيتجاوز المشهد الليبي بالتأكيد، سيتجاوز ما هو قائم اليوم، سيتجاوز كل شيء وينتقل إلى مشهد جديد. أنت المفروض تكون موجود في الإعداد للمشهد القادم وتحافظ على ثوابتك وتحافظ على الأشياء التي ترى أن ثورة 17 لم تقم إلا من أجلها. أما التمسك بعد ذلك بفروع المشهد السياسي يعني فلن يكون له وزن. هل سنرى يعني كما توجد ثورة 25 يناير بالسيسي وتوجد ثورة تونس بالسبسي، يعني هل ستتوج ثورة 17 من فبراير بقرار الأمم المتحدة يعني بالتوافق بين التوار وربما منظومة النظام السابق؟ هذا هو اللي يمكن أن تفرزه التجربة الليبية، أن هي لن ينتصر طرف على طرف. ونحن رأينا يعني ما زال نحن نرى عندنا المسار الأمني ومسار الجيش، الناس اللي كانوا نحن يقولوا نبوا شرطة وجيش، الشرطة هي عدت ردت في المنطقة الشرقية، إيش دارت؟ رجعت كل القوائم تاعت الأمن الداخلي، هذه الشرطة اللي يبوها الناس، ورجعت كل الممارسات تاع الأمن الداخلي. بينما في المناطق اللي يحكم فيها الثوار ليس فيها هذا التضييق على الحريات بهذا الشكل، وليس هناك قوائم بهذا الشكل، ولم يحدث تعذيب للمواطنين بهذا الشكل. فطبعا أكيد المسار اللي هو سيتناول مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وكيف يجب أن يكون فيه توازن داخل هذه المؤسسات بحيث يرتاح كل طرف أن هذه المؤسسة لا تعمل ضده، ترجع لي جيش ينضم إلى ضابط
خارج المؤسسة الرسمية ويعمل تحته وتقول لي أنه هو جيش فعلا محترف، هذا لا يمكن أن يكون جيش محترف. كيف تقبل لنفسك أنت رجل تحت قيادة الدولة تذهب وتخرج وتعمل تحت رجل من أسبوعين فقط؟ كيف رجعوه بقرار إلى إلى العسكر إلى العمل من جديد، وهو اعتراف بأنه كان متقاعد الفترة اللي كان يشتغلوا تحت ضباط الجيش اللي هم، وهذه طبعا يعني سيئة وسابقة خطيرة جدا أن يخرج رجال الدولة رجال المؤسسة هم كان داروا انقلاب برواحهم وكان أشرف لهم. فأعتقد أن هذا ينبغي أن سيكون هو المسار الأصعب، ترتيب هذه الجوانب، ولا يمكن لأي طرف من الأطراف يسلم فيها دون أن يكون هناك ضمانات حقيقية وليست لعب ولا ضحك على الذقون لكل الأطراف ألا تنقلب عليه الدولة وتضر بوجوده في البلد. فأنا أتصور أن المرحلة أن كل الأطراف من مصلحتها الحقيقية حتى وإن كان البعض متحسس، طبعا نحن لنا حنين أحيانا وتمسك ببعض المكاسب، ولكن أعطيني حرية لكل المواطنين، أعطيني ضمانات لمنع ضخ الخلايا الجذعية للنظام السابق في جسم الدولة الجديدة، أعطيني موانع حقيقية وضمانات أنا نفسي نشارك فيها، مش أنت تقول لي لا أنا كويس كيف اللي قال زمان واحد من النواب قال لا خلونا ما عليك، ما فيش حاجة تخلونا ما عليك، أنا لازم نكون من جزء من ترتيبات الحماية، حماية الدستور، حماية 17 فبراير، حماية، لازم يكون الثوار جزء حقيقي ومؤثر وحاسم ورقم صعب من هذه الترتيبات، غير هيك هي معناها يا مشهد تونسي يا مشهد مصري، ولا أعتقد أن هذا ممكن في ظل بفضل الله. يعني حتى المشهد التونسي والمصري لم ينتهي بعد، لم عليك نور لم ينتهي بعد، وما وراء الأكمة ربما أكثر مما نحن نرى، ربما حتى ما أثار يعني ما حدث في مصر وما متوقع أن يحدث في تونس هو مسار الثورة الليبية، يعني هو يعني معطيات صعبة. لكن أنا أدعو كل الأطراف الليبية، صحيح نحن مختلفين ولكن لا ينبغي أن يصل الخلاف إلى الفجور في الخصومة، الناس تتقاتل ولكن تأتي وتتصالح ويحمل الديات ويصلح بعضهم بعضا وترد المياه إلى مجريها من جديد ونتناسب ويقعد فيه دوس بيننا ومشي وجي ومواساة. وأنا لا أشك أن الذي حدث هذا مجرد سحابة صيف، وللأسف الشديد بعض السفهاء تصدروا المشهد وأثاروا نعرات لم نكن نشعر بها، نحن سواء من برق الحمراء ولا من برق البيضاء ولا من الغرب ولا من غيره نسايب وهذا من هذا طالع وما فيش، يعني نحن تلقاه إنسان مثلا من العبيدات وخوالة مصراتي، تلقاه مصراتي وخوالة من 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 البراعسة، هذا يعني شيء مشهور وشائع. حتى أن الشيخ عبد الحميد العبار عليه رحمة الله ورضوانه في واحدة من اللقاءات مع معمر قذافي حاول أن هو يثير نعرة العواقير وعوقرة بنغازي وانت العواقير هالبنغازي ومش عارف إيش، وحاول أن يستعديه على مصراته قال له ما عندي وين نطلع منهم هذول خوال بوي. فشوف الرجل يعني ما قدرش أن الظفر من عمره ما يطلع، ونحن الليبيين كان فيه بقية من أصالة فينا لن نسمح للسفهاء أن يشوهوا العلاقات بيننا. والكلام اللي حاولوا بعض أصحاب المصالح أن هم يهموا الليبيين أنكم أنتم أعداء، غلطانين، الليبيين ليسوا أعداء، نحن عدونا، عسكري بيحكمنا، ظالمي بيتسلط علينا، واحد يبي يخش ويفسد بيننا هذا هو عدونا، إلا نحن الليبيين حنصافوا. وفي تاريخنا يا ما صار من حروب، في الحروب اللي استمرت 40 سنة وصفيناها، وبعد الحرب تصافينا وتناسبنا وصار بيننا نسب وسهر وأبناء ومخول، هذا كله حنحلوه. وستأتي يعني سيتقرأ الصحيح، نحن ربما في أعناقنا اعتذار للأجيال القادمة عما شجر بيننا وما كنا نتمنى أن يحدث هذا، ولكن لابد من حل. الحل ليس أن يفني بعضنا بعضا، هذا غير يعني حتى كان في بالإمكانية المروءة والدين والانتماء لهذا التراب يمنعك أنك أنت تفني الآخرين. صحيح أنك أنت تواجه الخطر الأمني، صحيح أنك أنت تواجه الميليشيات المارقة، صحيح أنك أنت العصابات المنظمة تواجهها، ولكن هذا لا 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 يكون أبدا مواجهة للشعب الليبي، مواجهة مفتوحة غير منتهية. معي السيد أبو القاسم زيد عضو المؤتمر الوطني، أهلا وسهلا سيد أبو القاسم. أهلا بك سيدي وأهلا بضيف كريم، وتحياتي له وعلى ما سمعت منه في هذه الدقيقتين من كلام يلملم شتات الوطن ويبلسم جراحه. نعم،
سيد أبو القاسم، لم تذهبوا إلى جنيف، يعني هل تتوقعون أن تأتي جنيف إلى ليبيا؟ الحقيقة نتوقع ذلك ونتمنى ذلك، لكن يعني الحقيقة أنا لست راضي على عدم الذهاب لجنيف. كنت أتمنى أن يكون قرار المؤتمر هو الذهاب إلى جنيف. أنا بالنسبة لي كان موقفي دفعت بقوة للذهاب إلى جنيف أو أي مكان في ليبيا لأجل حقنا. نعم. ولكنكم لم تذهبوا وحسبت عليك أنت أيضا. نعم حسبت علينا، لكن أنا أعتقد أنه سيكون يعني نحن ننتظر حسب التفاهمات مع السيد ليون أنه يتم نقل الحوار إلى ليبيا. إذا لم ينقل الحوار ساعتها لكل حادث حديث، سنذهب للحوار على كل الأحوال حتى إذا لم ينقل إلى ليبيا. نعم، ولا إن نقل إلى ليبيا يعني أو إن ذهبتم إلى الحوار، يعني الجولة الأولى والجولة الثانية انتهت ربما يعني أفرزت حتى بعض القضايا، يعني هل ستبدأون من الصفر أم ستتبنون فيما وصل إليه من سبقكم؟ والله الحقيقة هو أني يعني كنت أتمنى أن هذه الأسئلة أن تطرح على الفريق المفاوض، لكن مع الأسف أجد نفسي يعني أنا لست من الفريق المفاوض. لدينا فريق مفاوض 4 وفريق رديف استشاري 4 آخرين. هؤلاء هم الأقرب إلى هذه القضايا، الأقرب إلى هذه التصورات، لكن لا أعرف لماذا يفرون من وسائل الإعلام. المفترض أن يواجهوا وسائل الإعلام ويقدموا شروحات للناس. لا أستطيع أن أخبرك الحقيقة، ليس لدي تصورات حول الموضوع، لكن في اعتقادي أنه ربما تكون هناك بانوراما سريعة لما حصل، لكن أن يبدأ الحوار من الصفر هذا أمر غير مقبول. عموما هو كل المرحلة التي إلى الآن هي مرحلة بناء للثقة، لكن لا توجد أي يعني اتفاقات أو أي تفاهمات. ظل النقاش من أجل بناء جسور التفاهم أعتقد. نعم، يعني حكومة التوافق الوطني التي تحدث عنها في جنيف الثانية، يعني ما رأيك في أن يكون هذا المخرج في هذا الحوار أو لهذه القضية بالذات؟ هو الحقيقة، هو الحقيقة يجب أن تكون هناك حكومة واحدة وبشكل عاجل وسريع. لم تعد تتحمل والناس أصبحوا يتململون، ونحن بحاجة إلى حكومة واحدة تمثل كل الليبيين. ما معنى حكومة تمثل طرابلس وبنغازي وطرابلس ومصراتة وزوارة وغريان وتمثل درنة والبيضة؟ هذا عبث، هذه ليست حكومة. وما معنى حكومة تمثل البيضة ودرنة ولا تمثل سبا وطرابلس؟ هذا جنون، هذا هراء. نحن نريد حكومة تمثل كل الليبيين في ليبيا البلد القارة. غير ذلك أمر غير مقبول، من يطالب بغير ذلك هذا هو جنون بعينه. أما كيف تأتي هذه الحكومة هذا موضوع نقاش طويل، لكن في المجمل نريد كفاءات وطنية حقيقية تنتمي لكل حبة تراب في هذا الوطن. لا نريد انتماءات للقبيلة ولا للجهة ولا الأيديولوجيا، نريد أشخاص ينتمون لكل حبة رمل في أرض ليبيا. يعني نعم سيد أبو القاسم، يعني أريد حكومة توافق وطني يمكن الخروج بها، يعني كيف ترى ما مصير الأجسام التشريعية يعني في بعد خروج هذه الحكومة؟ يعني لدينا المؤتمر ولدينا البرلمان. هو عموما احنا نبدأ في الجسم التنفيذي، لأنه مرتبط بحاجات الناس، ولأن المجتمع الدولي لم يستطع التعامل مع دولة ليبيا الجديدة هذه من 6 بحكومتين. ثم نأتي إلى المسألة الصعبة وهي الجسم التشريعي. هناك عموما البحث عن حل مثالي هذا نوع من العبث. نحن سيكون أمامنا حلين أو 3 بالأكثر، يجب أن نذهب إلى أفضل هذه الحلول. قد لا يكون مثالي، لكن يجب أن نذهب إلى أفضل الحلول المتاحة. هذه الحلول المتاحة يعني البعض يقترح يعني بقاء الجسمين التشريعيين، برلمان بغرفتين، غرفة
أولى وغرفة ثانية. البعض يقترح ذهاب الجسمين واختيار جسم جديد من المجمع الانتخابي الذي هو البلديات. هذه اقتراحات من الممكن تكون مفيدة، لكن يجب نحن في هذه المرحلة الحرجة يجب أن نبدأ الأشياء التي يمكن أن نتفاهم عليها. أما البدء بهذه العقبة الكأداء وهي الجسم التشريعي، هذا هو أعتقد أنه هو يعني يستهلك كثيرا من الوقت ولا يفيد. نعم، شكرا جزيلا سيد أبو القاسم قزيط عضو المؤتمر الوطني العام، شكرا جزيلا لك. أعود لك ضيفي الكريم سيد صلاح. يعني استمعت إلى ما قاله سيد أبو القاسم، يعني ما رأيك في ما قال؟ في البدء أحيي خاصة عن الحلول هذه. أحيي الدكتور أبو القاسم، وهو من الأصوات العقلانية في المؤتمر، وأنا لا أنتقد أحد ولكن أتابع مداخلاته ومشاركاته ونظرته وأوافقه الرأي، وهو كان فعلا رأي عدم التمسك بالجغرافيا ولا بد من الذهاب للحوار أينما كان، ما دامت المواضيع هي نفس المواضيع والأجندة هي نفس الأجندة وتأثيرك أو وزنك هو نفس الوزن فاذهب حيث مشيت. فأنا أحييه وأقبل فيه هذه هذا الشجاع، وغير راضي عن يعني عن وبكل وضوح يقولها، وربما نعم. على خلاف ما ربما يطلبه على خلاف ما يطلبه المستمعون ربما يعني حتى نعم. يعني فبشجاعة يتكلم الرجل وأنا أؤيده تماما فيما ذهب إليه. أنا أتصور أن موضوع الحكومة إذا تم التوافق عليها لن يكون بعد ذلك في حديث كثير، لا على غرفة ولا على غرفتين ولا على ست غرف. سيتم التعامل مع هذه الحكومة وسيحرك الرأي العام للالتفاف حول الحكومة على أساس أن هذه الحكومة هي التي تدير الشأن الليبي، وستبدأ مرحلة وجولة في المشهد الليبي جديدة وهي بقية الانتقال أو بقية مرحلة الانتقال بما فيها من دستور وغيره. وأنا أتصور أن ربما نحتاج للتوقف وإعادة النظر حتى في مشروع الدستور ولجنة الستين وغيره. كل هذا الأمور لابد أن هي تدار في جو الليبيين قادرين أن يناقش بعضهم بعض. أما أن يجلسوا مجموعة في جلسة الستين في لجنة الستين ويخرج لنا ورقة عن طريق المقذوفات.